استاذ ريان احكينا شوي عن نفسك. ريان عبد الجبار خضر، بكالوريوس هندسه اتصالات اعمال حره. ممتاز. اخت حنين احكينا شوي عن نفسك. انا حنين سعيد. أي. ممرضه بوزاره الصحه. ممرضه. السؤال الثاني يقول ايد ورا الظهر، ايد ورا الظهر، ايد على الطاوله، من يسبق هو اللي راح يجاوب. اوكي. السؤال الثاني يقول اذكر اسم دوله تتحدث اللغه الاسبانيه. والله بس ما مشكله. خلي نشوف الاستاذ ريان. اي نعم، انتم تقدرون ترى تتناقشون الان بهالحاله، اثنين دي تناقشون راح يجاوبون، انتم تناقشوا. استاذ ريان، اذكر اسم دولة تتحدث اللغة الإسبانية. البرازيل. البرازيل. خلي نشوف البرازيل. غلط. آسف. خلي نشوف حنين. حنين اذكري لي اسم دولة تتحدث اللغة الإسبانية. إسبانيا. شيني هاي؟ زين، خلي نشوف. أفضل احتمال طبعاً هي الدولة الإسبانية تتحدث اللغة الإسبانية، وبعدين الدول الأخرى لربما اللي احتلتها، استعمرتها، صادقتها، تحالف معها، تعلموا اللغة الإسبانية. فإسبانيا إذن اللغة الأم التي تتحدث اللغة الإسبانية. شكراً حنين، شكراً أستاذ ريان. تفضلي حنين. طيب الآن السؤال لنهى. نهى، اذكرين اسم دولة تتحدث اللغة الإسبانية. مكسيك. المكسيك. خطأ خطأ خطأ. المكسيك خطأ. صار عندنا إسبانيا. خلي نشوف الآن رشا، انت شو تقولين؟ اي دولة تتحدث اللغة الإسبانية؟ البرتغال. البرتغال. صار خطأين الآن عندكم. عائلة توزة الآن تناقشوا، قرروا، شوفوا شنو الاحتمالات السبعة لربما أقل بهاي الدول. محمد اذكر لي اسم دولة تتحدث اللغة الإسبانية. الآن الجواب نهائي قاطع، انه ينتقل السؤال يسرقوه الجماعه، او تجاوب ونستمر لربما تاخذون السؤال كله. اوكي. اذكر اسم دوله تتحدث اللغه الاسبانيه. امريكا. ها؟ امريكا. 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 امريكا تتحدث اللغه الاسبانيه. خلينا نشوف امريكا. أمريكا تتحدث اللغة باللغة الأمريكية الإنجليزية. طيب الآن نروح إلى توزة.